حضر الطريق. زهرة النيل مرتع للحشرات وخاصة البعوض وذبابة الرمل. طبعا عانى الفلاحين في السنوات الأخيرة من آفة زهرة النيل التي نراها قد غطت المسطحات المائية الموجودة في سهل الغاب تقريبا بشكل كامل أو 90% من هذه المسطحات. انتشار هذه الزهرة أو النبتة قبل الثورة من 10 سنوات أو 12 سنة تقريبا كان النظام يكافحها بالطرق اليدوية. في هذه الفترة أهملت هذه القنوات بشكل كبير جدا، إلا في السنة الماضية بدعم من منظمة إحسان قمنا كمجلس محلي بتنظيف القنوات الفرعية، ولم نستطع أن نقنعهم بأن يأتوا إلى هذه القناة الأساسية الرئيسية التي تتغذى منها قنوات الري الفرعية. هذه القناة تروي أكثر من 10,000 شيء 30,000 أو 35,000 هكتار زراعي، وفي الشتاء نعاني منها بسبب الرائحة لأنها سبحان الله تيبس تجف فتطلع منها رائحة كريهة جدا، وتغلق القنوات الفرعية تغطى الأراضي الزراعية بالمياه. زهرة النيل هي عبارة عن نبتة الأصل المصري جاءت من جمهورية مصر العربية عن طريق خبراء سوريين، تم انتشارها عن طريق الأبواغ وانتشرت بشكل كبير في مناطق سهل الغاب. تعتبر هذه النبتة من أخطر النباتات التي تؤثر على منسوب المياه في المنطقة، حيث أن النبتة الواحدة تستهلك من 1 إلى 6 أمتار مكعبة من المياه، بالإضافة إلى وجود الحشرات بشكل كبير في هذه النباتات، وأهمها ذبابة الرمل التي بسببها يوجد لدينا حاليا في سهل الغاب أكثر من 6,000 إصابة.